نفق أو نفقي جبل الوحش هي في الحقيقة عبارة عن قضية تقنية صعبة جدا. أشغال تسير بوتيرة حوالي 30 سنتيمتر في اليوم، هذا ما يوصلنا إلى حقيقة عامين ونص أو ثلاثة للانتهاء نهائيا والبدء في استغلال هذا النفقين. المقطع الأخير من طريق سيار شرق غرب على مستوى الطرف أيضا إن شاء الله عن قريب سنفتح آخر أو ندشن آخر مقطع، ليبقى العمل عند إخواننا في تونس أن يبدأوا المقطع ديالهم. المفروض يدخل الخدمة بعد الانتهاء من هذه الفترة أو المرحلة، مرحلة التجارب، ثم هناك مرحلة السياقة أو العمل أو الاستغلال عن بياض كما نقولوا، ثم تبدأ عملية الاستغلال حسب ما قالوا لي هم في شهر ونص شهرين.